اقترح انا كنت نخلي هذا الشيء حتى النقطه المختلفه، ولكن مليش بتو تردوا ربما على شي واحد استفاد وكيقول لك بعدنا راه عطيتيني. حنا ما كنهضروش هنا، حنا كنهضروا على الاقليم تنهضروا المجتمع كله. ما جيتش انا كنجمع لي هنا نقول لك راه عطيتيني، كنقول لك الاخر جمعيات رياضيه خصك تعطيهم الفلوس. لا يعقل بان البنك الشعبي عندنا فرق هنا فهمتيني كيمشيو يطلبوا باش 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 ينقلوا اللاعب ديالهم، البنك الشعبي هنا عنده الاخر واحد العدد ديال الارباح. فين وصل النادي؟ النادي من 2004 حنا كنا النادي السكان، فين راه النادي؟ لا يعقل البنك الشعبي ما عندوش نادي، كيقول لنا البنك الشعبي بان ما جبرش الارض. واش بغيتوا تشريوا الارض انتوما بحال باش تشريوها بالاخر بحال اللي يشريها شي منظمه خيريه ولا؟ انتوما فلوس عندكم شريوا الارض. فين النادي؟ اسمح لي، فين المدرسه الجي المدرسه النموذجيه اللي في اكادير وكانت غتجي للناظور مشات لطنجه؟ علاش؟ حنا ما عندناش الحق في الناظور ولا؟ ما عندناش نعم المهاجرين. ولا فين المدرسه النموذجيه؟ وبهذه المناسبة مادام انا غادي نخرجوا من الموضوع، انا كنشكر جميع فهمتيني الاخر الاخوة الحاضرين اللي عندهم الحق يهضروا، ماشي اللي ما عندوش الحق، اللي عندهم الحق يهضروا كمساهمين. وكما كنشكر الموظفين اللي هضر عليهم قبيلة الاخ منعيم، الموظفين العمال والاطور اللي حقيقة الجنود المجهولين اللي كيقدموا واحد العدد ديال التضحيات، ولكن بالمقابل البنك الشعبي ما كيعطيهمش داك الشيء اللي كينتظروا. بحال اللي قال قبيله، واش بحال اللي قال جرودي قبيله الاخ جرودي، واش الموظف يدير معاه شي واحد اخر؟ بحال اللي كنقولوا حنا ماشي الحاحي الزيت على 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 الاخر على واحد مكان الاصطياف. البنك الشعبي خصو يغير سياسته، ومن بعد ما يمكنش حنا فهمتيني نبقاو نستناو ونقولوا نمشيو الناس المقاولين ديالنا للرباط. صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه قال في واحد الخطاب ديالو لما مشى بغى يصاوب للدار ديال البنت ديالو الاميره في فلوريدا، القانون كيحتم عليك تدير مقاول ديال المنطقه. الى صاحب الجلاله كيجي هنا كيدير لنا المشاريع باش يستافدوا منهم بناء المنطقه. البنك الشعبي حنا ما كنشوفوش الامباكت ديالو، التاثير ديالو، الامباكت سوسيال عينه كل سنه كنقولوها، كل سنه كنجيو نقولوها، ولكن الهضره ديالنا كتمشي هباء من ثورة. ماشي انا نجي نقول لك هنا راك انت كتساهم في السلم الاجتماعي، اش ماشي في السلم الاجتماعي يساهم فيه البنك الشعبي؟ واش عنده موظفين؟ واش هو حكومه كيتحاور مع النقابات؟ كتساهم في والو. اسمح لي، حنا كنهضروا دابا ما كنقدوش كنقدوا السياسه ديال البنك الشعبي، لان هنا خصكم الله يخليكم كنلتمسوا منكم بان الاخر الجمعيات الرياضيه والخيريه والمجتمع المدني تدعموه بحال اللي كيدعم البنك الشعبي بجهه اخرى. وكاين خطر اخر، ربما عندي معلومه ربما غلطه، غادي نسقسيكم انتم، كنسمعوا بان هناك شي محاوله او مؤامره باش البنك يجي يمشي لوجده، ما كاينش هذا الشيء الحمد لله. نعم لا علم لنا. ما كنسمع الاخوان كيقول لهم مشاو الارض في وجده، حنا لا نقبل بان المك ديالنا يمشي لوجده. لا وجده كانت باغا تبدل المقر ديالها، هذه حقها من حقها حقها. انا غير ما باش نهضر. نعم نطمن منك كمجلس رقابه، فوقاش ما سمعنا شي حاجه في هذا الاطار الجمع العام غيكون في اخبار. انا ميقن بان اسمح لي وخد واحد القضيه، وانا اسمح لي كنشكر الطريقه ديالك ديال السير سي بوعمره، كيف كان الوالد ديالك الله يذكره بخير، لان كتحترم الناس كتسمع الناس واخا كينتقدوا ولكن كتحترم الناس، وشكرا لك.